يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر معكم كيكة المقلاة الاقتصادية، غير مكلفة وبطريقة كتير سهلة وسريعة. في البداية أنا جهزت بيضة بحرارة الغرفة، ورح أضيف عليها نصف كوب سكر، وعشان زنخة البيض رح أضيف ملعقة صغيرة فانيلا، ورح أقلب البيض والسكر كتير منيح. زي ما انتو شايفين عندي ثلث كوب لبن وكمان ثلث كوب حليب وربع كوب كاكاو، ورح اقلب خليط الكيك كتير منيح. وبرضو جهزت ثلث كوب زيت نباتي. لما نقلب الخليط الكيك منيح رح اضيف عليه كوب طحين، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، ورح أقلب خليط الكيك كتير منيح. لازم يكون معنا الخليط متكاثف مثل ما انتو شايفين. وراح أجيب المقلاة وأدهنها بزيت نباتي، وبعدين راح أرش عليها طحين. ولما أجهز المقلاة راح أسكب الكيك فيها، وبعدين راح أغطي المقلاة وبحطها على نار هادية على الغاز. لما تجهز الكيكة معنا راح أسكب عليها نصف كوب حليب، وعندي هون 150 جرام شوكولاتة، وراح أضيف عليها باكيت قشطة قمر، وراح أقلب الشوكولاتة مع القشطة كتير منيح. بعدين راح ازين الكيكة يعني زي ما انتو حابين، انا زينتها بالشوكولاتة والكريمة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة، بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لنا رأيكم فيها، والف صحة وهنا.